السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقول لكم سنة سعيدة عليكم. من الليلة يا جماعة في بيت محمد صديق عامل لنا إعلانات، أنا سويت وأنا عملت وأنا فلحت وأنا سويت كويس معاكم. طبعا هذه الليلة هناك في بيتك زي ما أنت قلت يوم واحد جاء تشرب معانا الشاي، دي كلها حاجاتك كويس معاك، شايفين دي كلها حاجاتك، ودي رتبك دي. أنا حيث يبتسوا عننا حاجة دي، شايفة رتبتك دي ذاتها، لو أنت قاعد ذات شفت رتبتك قد تسوى معانا الحاجة. كويس معك، ده رقمك الوطني. كويس معك، ده الرقم الوطني حقك. كويس معك، ده رقمك الوطني حقك. ويوم واحد دراسة السنة تعال استلم، عندك جواز عندي تعال استلمه. كويس، ده كله عفشك، شايفه ولا ما شايفه؟ شايفه، قلت واحد جاي تشرب الشاي. كويس معك، احنا الليلة جينا احنا طبعا استخبار الشرق النيل عامة، قلت جاي شنو تشرب الشاي، لكن الشاي احنا زاد الليلة جينا نشرب فيه بيطمك. كويس، ده كوباية الشاي حي الباتيل اللي بيشد الحيل اللي بيصحي العجوز بالليل، حي انا. كويس معاك، وشد حيلك على الله، ونحن قاعدين في شرق النيل، تعال علينا على الله وتسلم قدير. وده كرسيك ده جدا في الشيله. كويس معاك.